شايف عنده المقاومات دي. عنده المقاومات عنده المقاومات الاداريه اللي هو قالها النهارده برضو خطيب ان احنا بنعمل كوادر للنادي الاهلي. احنا بنفكر دلوقتي مين اللي بعد الخطيب؟ ولاعيب كوره ربنا يديله الصحه بالدوره الجايه كمان ان شاء الله باذن الله، لانه لازم يكمل اللي بيعمله ده. وبعدين عايز اقول حاجه مهمه جدا، النهارده قال لي جمله، قال لي مصطفى وانا ببص عليكم وانتوا قاعدين احنا معانا عبد العزيز، مصطفى، مختار، عامر، ماهر، شطه، علاء ميهوب، شريف عبد المنعم، مش عارف، قال لي كل ما ابص عليكم بتدوني قوه وانا بتكلم. انت متخيل؟ ده جيلي، دي عزوتي، دول اخواتي، دول اهلي، دول عزوتي، دول ظهري. فالارتباط بالنادي الاهلي يا جماعه ده ما حدش يحسه يعني. يعني حضرتك هنا شايف الاختيارات كانت موفقه، وان هذه القائمه تمتلك كيان متكامل من الخبرات في اتجاهات مختلفه تقدر تحقق طموحات النادي. وبعدين اللجنه، انا النهارده يعني انا عارف طبعا الثلاثه بتوع الاقتصاد بتوع النادي الاهلي مين دول؟ انا قاعد قلت له يا ابن اللذينه، دكتور فاروق العقده، استاذ ياسين منصور، رئيس البنك، مش فاكر اسمه ايه، الاسم الثالث اعتقد، ثالث اسم في اللجنه كمان، انا استعين بزملائنا، اعتقد انه من الكوادر الكبيره كمان اقتصاديا الموجوده، لان الكابتن الخطيب شكرهم وقال هذه المجموعه تستطيع ان تحقق الكثير لتنميه موارد النادي واداره محفظته بالشكل الامثل. الاهم من كل ده بقى اللي هو ايه؟ اللي هو الجمله اللي قالها النهارده اللي ما بيتعملش بيها على مدار من 1907 لحد دلوقتي. استثمار اسم النادي الاهلي. انا دي مش عايز اقول لك دي عملت فيا ايه. استثمار اسم النادي الاهلي. طب احنا هنقف شويه عند الموضوع اللي حضرتك اشرت اليه منذ قليل، لانه مهم الحقيقه، هو اللي كان فرض نفسه في الايام اللي فاتت. المنتقدين والمختلفين او اللي وصفهم كابتن الخطيب، يعني قال مش عايزين نقول يعني الكارهين، بعض الناس اللي هي بتوصل لدرجه انها بتحمل اراءها بتحمل درجه من الكراهيه بشكل غير مفهوم، اللي التركيز كان على حديث ودعم وحب المستشار تركي آل شيخ للأهلي، والبعض مزج بين هذا الحب وهذا الدعم والتنسيق استثماريا وعرض فرص استثمارية مصرية إماراتية سعودية على الكابتن الخطيب، اللي الكابتن الخطيب قال بنؤكد دائما مع تقديرنا واحترامنا وشكرنا الكامل للمستشار تركي آل شيخ أنه لن تتم أي خطوة إلا وفقا للضوابط والأسس. البعض قال ده تدخل في قرارات مجلس إدارة، ده تدخل في سيادة النادي الأهلي، ده كده بيبقى فيه من هو مسؤول غير مجلس إدارة عن النادي. ترد إزاي على الآراء دي يا كابتن مصطفى؟ هو كان ياسين منصور هذا الرجل الفاضل لما كان في المجلس، كان هو اللي بيدفع للعيبه وهو اللي بيتعاقد، وهو كان ليه، كان هو اللي مسيطر على مجلس الاداره، هو محسن التونسي على ايامنا احنا كان هو اللي مسيطر على مجلس الاداره. ده بص عايز اقول لك حاجه يا محمد، اذا الناس ما انتقدتنيش يبقى انا مش ناجح. صحيح. لو انا مش بشتغل يبقى هتنتقدني ليه؟ لو انا مش ناجح الناس هتنتقدني ليه؟ وبعدين انا مع احترامي الشديد تركي آل شيخ، في حد دلوقتي ما يعرفش ان في واحد اسمه تركي آل شيخ في النادي الاهلي؟ في حد ما يعرفش؟ كل في المنطقه تعرف. العربيه كلها؟ طيب قبل كده كنا نعرف هذا الاسم؟ يبقى مين اللي بيعمل؟ حتى احنا مش تركي آل شيخ بس، طبعا كل اتحاد كل على فكرة. طبعا مع احترامنا وتقديرنا لكل الكوادر المحبه، انا ما اعرفوش ولا عمري قابلته. يعني هو جه مرتين ثلاثه النادي ولا جه ما رحتش؟ مش ما التقيتوش يعني، ما كانش في فرصه للقاء. لكن انا كمصطفى يونس يعني يا ريت اتنين تلاته تركي آل شيخ. هنا حضرتك عايز تقول، هل تقصد ان كل شخص مهما بلغ حجم دعمه وضخه لاموال واستثمارات او عمل تطوعي او حب للنادي الاهلي ودعمه في صفقات او في اي مشروعات يمكن ان يوفر فرص استثماريه لها، او حتى مبالغ ماليه تضخ بشكل مباشر وفقا للقواعد، انه ايضا مستفيد من ارتباط اسمه بالنادي الاهلي وبحجم جماهيريته؟ انا برضه مش عايز ان دايما الكل محمد مستفيد. انا مش عايز اقول مستفيد، لا، انها علاقه جميله لكل الاطراف في النادي يعني. الأهلي. نعم. انا عارف الخطيب كان بيتكلم على مين اللي دعاه هناك وتعشى معاه هو مجلس الاداره وقال له انت عايز ايه اللي انت عايز، انا عارفه تماما. اول ما هو قال انا عارف مين، لكن يعني حرصا على اللي قاله ان هو الراجل مش عايز قلت. طب انا عايز اسالك سؤال، ما في ناس كتير قوي بتدعم النادي الاهلي، رجال خلينا أعمال. نستخدم مصطلح وين وين سيتويشن، اللي كل الاطراف بتبقى سعيده بالتجربه وبالنجاح وبهذا الدعم وبارتباط كيانات كبيره باسم النادي الاهلي. لما يبقى ارتباطك في الامارات وفي السعوديه. صحيح. وفي الكويت وفي اوروبا وهنا وهنا وهنا، ده النادي الاهلي يا جماعه. انت بتضاهي في العالم ريال مدريد.
انت بص بتشوف النادي الملكي نمرة واحد في العالم، انت راس براس لو قارنت البطولات هنا وهنا احنا يمكن اعلى احنا منه. فانا عجباني قوي النهارده جملتين قالهم الخطيب، استثمار اسم النادي الاهلي لم يستغل حتى الان، والمحب والمستثمر. مستثمر من حقه نيجي يستفاد، لكن المحب ده فوق راسنا كلنا، لانه بيدي بعشق بحب، مش علاقه تعاقديه فيها ارباح، مش حملي للأرض. مش حملي عليك انك تعمل كذا ولا تعمل كذا تعمل كذا. امال بقى الدكتاتور اللي بيرفض واللي بيشوط واللي بيلطش واللي بيرفض واللي بيخصم واللي بيعمل. انا تاني يوم ما نجح كنت في النادي، ست كده فاضله راحت له بتقول له يا كابتن انا عايزه كذا كذا. قال لها ست انا ما فهمتش في الكلام ده، في مدير نادي، في ناس بتاع تعاقدات، مدير في حاجه تانيه فيها تعاقدات كتير. في حته مهمه كمان يا محمد، زي ما بقولها طول عمري، احنا مؤسسه، النادي الاهلي مؤسسه. في مؤسستين في مصر، مؤسستين، مؤسسه القوات المسلحه ومؤسسه النادي الاهلي. واحد بحجم الراجل اللي قدامي ده، وكل واحد ليه صلاحيات ولا تتعدى صلاحياتك. مدير الكوره مدير كوره، الرئيس النادي رئيس